مش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم ان شاء الله كي نطلع لكم هذا الفيديو تكونوا باحسن الاحوال. ان شاء الله في فيديو جديد حبيت نشارك معكم روتين مسائي. بصراحه شوفوا اول مره محمود راح يبات خارج البيت، يعني قال لي اليوم عندي خدمه بزاف يعني ما قدرش نروح في الليل. المهم ما راحش الصباح حتى العشيه وباش راح، واللي هذا راح يبات اول مره. عباكم ما بيش كفايه جاتني شويه غريبه من صباح وانا حكمتها، فحبيت كنشارك معكم روتين قلت نحي على بالي نونسكم تونسوني هكا ونونسكم. المهم على باش الشهر اللي خلاص الاولاد هذا وين هبطوا ثاني تقريبا راهي عندنا الخمسه هبطوا يلعبوا شويه دوك حتى للسته ولا باش نطلعهم هذا وين شويه برك اصلا ناضوا. انا كما قلت لكم يعني خليهم يرقدوا من بعد يخرجوا شويه يلعبوا من بعد يطلعوا هذاك هو ندوشهم ونلبس لهم يلقوني كملت كش ما عندي حاجه ولا هكا كملتها. المهم حبيت هكا نشارك معكم فيديو خفيف ظريف وش راح ندير وش راح نقعد اليوم راح نقعد وحدنا راح نبات وحدنا معليش ان شاء الله تكون اخر مره. دوكا شوفوا جاب لي قبل ما يروح جاب لي البيض وجاب لي الفرينه خاطر قلت باش ندير كي عدنا هكا وحدنا وهذا قلت ندير هكا بيتزا قرصة ولا زوج تاع بيتزا قدنا انا وجوري وعمر. عمر بالك ندير له حبه بطاطا نشوفو ترا ياكلها ولا ها ندير له حبه بطاطا. المهم حنا قلت هكا ندير بيتزا خفيفه بالنسبه للصاله. شوفو جاتني كي علقت هكا الريدو جاتني شويه تبدل الديكور شوف راهي نقي الله الله وشن هي عندي صال وشويه راه نقلب لانه كنا قاعدين في كوزينه ثاني دوك عندي شويه مع روح نغسلهم. هذه هي بالك نروح ثاني الشومبره تاع الاولاد اذا كانوا مقلبينها لانه كانوا يلعبوا ثم بالبليجوي تاعهم. المهم نكملوا النهار تاعنا نكملوا الفيديو تاعي هنا نقولوا بسم الله ونبداو. شوفوا بديت هنا رحت للشومبره تاع اولادي كما راكم تشوفوا. المهم هنا لقيتهم جابوا لي الورد نحيوا لي الورد من الفاز تاع الصالون تاعي ولقيتهم شوفوا حطوا لي ثم ما لاباش يعني كل انواع المواعن لقاو محطوطين ثم ما ماشي غير العاب هذا مكان كل انواع المواعن كل انواع المكياج كل انواع الحاجه وكل مكياج تاعي بصراحه وليت نخبيه ما بقاش مبقيتش نرميه باش يديوه. وهنا بعدها جيت للكوزينه يعني كان داري نقي الحمد لله كل شيء نقي الكوزينه برك كانوا عندي شويه تاع ميعان. اول حاجه زيت الطابي تاعها قلت باش نسيقها انا اصلا كل عشيه صباح وعشيه هكا نسيقها اما الاكثريه العشيه نسيقها نقول كي نكمل كل شيء وندير العشاء ولا قبل العشاء نزيد ندير لها دوره خفيفه. هنا طلع عليا عمر قال لي ماما اعطيني نشرب الحليب. شوفوا مسكين كان جيعان قال لي ديري لي بيبرون نشرب الحليب. المهم درت له بيبرون خليته شربو ومن بعد عاود هبط وانا جيت باش كيما راكم تشوفوا جبت الكرسي تاع عمر. المهم هذه الايام راه يقعد عليه غير هو جوري برك مرات ولات تحب تقولنا نقعد معكم على الكرازة تاع الطابله. المهم مرات برك تولي تقعد فيه كان راكم تعرفوا مع الاولاد وذاك السما يتوسخ. المهم جبته حطيته غسلته مليح مليح نقيته ومن بعد وليت كملت صياغه الكوزينه ثاني صياغتها مليح مليح ثاني الصاله كفوت عليها منهيه بالنسبه للصالون وشنابر كنت صيغتهم صباح وحتى الصاله يعني كنت صيغتها اما الكوزينه كنت خليتها قلت حتى العشيه سيو هذاك قلت خلي حتى العشيه كي نكمل كل شيء ونغسل نكمل نغسل الماء اللي بقاو لي وهذاك يسمى نولي نعاود نغسلها. مع هذه الايام تقريبا راني قاعده غير في الدار على هاكم تلقوني صراوي لكم روتينات اكثريه تقريبا نشوفوا عندي منها رحت للبحر اخر مره يعني ما زدناش خرجنا. كان محمود عنده تقريبا هذه السمانه اللي فاتت كانت عنده خدمه بزاف بزاف عليها راني غير قاعده هكا في الدار نفوت في الوقت مع كالميناج مع الدار وذاك ونحب كنصور لكم روتينات نتشجع بكم وتتشجعوا بيا. شوفوا بالنسبه للقدر كي ندير في المونتاج باش تولات لي بلاك راكم تشوفوا فيه تفتح وحده على بالكم كانت صرات معايا واحد المره هكا كنت نصور ونغسل فيلم معان والقدر تفتح وحده كنت لقيت لي كومونتير تقلبوا قالوا كيفاش تفتح وشي وشني فيه وهكذا. المهم البنات بغيت غير نقول لكم بلي راه بزد من الداخل
تسلموا عمر وجوري يفتحوا يقفلوا يفتحوا يقفلوا. يسمى فزت كان خدموا لي محمود نهار عاود الكوزينه وهذاك سمع صلوح لي يعني عاد يتقفل عادي. اما دوكا هذ الايام راكم تشوفوا فيه عاد يتفتح ثاني وحده. يسمى ما تخافوش راه ما كان والو. بعد ما كملت كنت خبيت له معان تاوعي ورحت كملت سياق الكوزينه. شوفوا في الصيف هكا كي نحط الماء تجيني واحد الراحه نفسيه وهكا نستمتع بها. وكملت ثاني صاله ثاني عاودت مسحت هكا كنت تعرفوا الماء اللي فات نديه طول للدوش. ومن بعد وليت كملت ديت الحوايج اللي شريهم لي. كان كيما قلت لكم جاب لي البيض والحوايج هكا اللي كانوا خاصيني. اصلا مازلنا ما قضيناش للشهر. شوفوا كيفاش نقيت كل شيء. هاي خبيت له ما عندي وعي كملت الصالة ولات الدار نقية 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 الحمد لله يا ربي. المهم دوكا حتى عند عجوزتي نقعدوا نقصروا شوية أنا وهي وسلافتي ثاني نشربوا فيها كاس تاع شاي نقعدوا نقصروا شوية من بعد إن شاء الله نولي نطلع باش نشارك معكم بيتزا. حبيت نشارك معكم بيتزا وصفة بزاف بزاف هايلة على بالي راح تعجبكم. وكملوا الروتين تاعنا المسائي بلا محمود اليوم حبيت وحدنا. المهم راني روحت البنات. بالنسبة للبيتزا راني وجدت شوفوا هنا درت تقريبا كاس وربع تاع ماء دافي. المهم دافي يا كاس وربع تقريبا كاس وربع ماء تاع ماء دافي. شوفوا نزيد له مغرفة صغيرة تاع السكر هذه في الماء ونزيد له مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز. وين انتي ها خميرة الخبز مغرفة صغيرة. ما تخليوش الماء يسخن بزاف بزاف باش يعني ما تجيكمش ما تفزت لكمش من بعد وما يطلعش العجينه. درت هنا 450 غرام تاع فرينه ها هي. انا وزنت بهذا عندي الميزان هذا اسمه تاع الطبخ وزنت فيه. المهم نزيدوا هذا الخليط تاع الماء والخميره والسكر. شكون جوري نزيد ليه هنا نزيد الملح. الملح يعني حسب المذاق تاعكم. ونزيد ثلاث مغارف تاع الزيت ثلاث. هذا مكان هذو هما المكونات اللي نحتاجهم في العجينه. هذا مكان يعني ماشي مكلفه ولا لازم تحتاجي حوايج بزاف. هذا البنات دوك نكمل نعجنها فيديو وبعد ندلكها مده 5 دقائق باش تخمر. هذاك هو نروحو نحضروا لاصوص. هنا شوفوا زدت لها شويه تاع فرينه هكا ونبقى ندلكها ندلكها حتى تولي عجينه طرية ونخليها تقريبا حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا بالنسبة للعصوص انا مالفة ندير بصل ندير طماطم هذوك نحطهم على النار. اما هذه المرة البنات كيما راكم تشوفوا حطيت الطماطم حب تاع طماطم قشرتها وزدت معها الملح زدت معها شوية تاع فلفل اسود وزدت معها شوية تاع زنجبيل المهم لي زيبيز. وحطيت مغرفة تاع طماطم تاع البطاط وحطيت ثاني زوج مغارف تاع الزيت. هذا مكان ورحيتهم هكا في الخلاط تاعي ومن بعد وليت حطيتهم في المقلاة كيما راكم تشوفوا خليتهم يطيبوا بالعقل. نقصت شويه الكاس وخليتهم يطيبوا. وهنا حبيت انا نديرها بيتزا بالخضره هكا ف يعني اختياريه كيما تبغي وتحبوا ديروها بالطون تحبوا ديروها يعني كل واحد والاختيار تاعو. انا كان عندي هنا بصل جبت حبه بصله قطعتها هكا شوي شوي وزدت جبت كيما قطعت شكشوكه وجبت الفلفل ثاني كانوا عندي ولا غير هذو زوج غرام برك درتهم وحطيتهم حطيت شويه تاع الزيت هكا في مقله صغيره وحطيتهم يذبلوا تقريبا مدتهم قولوا 5 دقائق. هذا مكان. وانا بعد ما خمرت العجينه كيما راكم تشوفوا كانت لاصوص طابت. هنا جيت باش ندير البيتزا جبت هذه الصينيات هذو الصينيات تاعكم تشفاو عليهم كيما شريتهم وحده صغيره وحده كبيره. المهم داروا لي زوج كبار وزوج صغار. كنت كليت انا حكمت واحده كبيره وصغيره ليا انا كليت واحده كبيره والولاد واحده صغيره والباقي بعثته لتحت يعني السلافات هكا ياكلوا. وهنا زدت لها كيما راكم تشوفوا لاصوص وحطيت من فوقها جبنه موتزاريلا. كاين اللي بغى يدير شيدر كاين اللي يبغى يدير كل واحد وكيفاش.
وزدت ثاني، كنت قطعت ثاني حبة تاع طماطم وزيتون أسود، وزدت البصل هذوك اللي كنت ذبلتهم شوية في الزيت، وزدت لها الفلفل. هذه هي البنات، وجات والله غير تهبل، حتى العجينة جات بنينة بزاف بزاف. تفكرت نهار كنت بالحمل بجوري ونتوحم كي هبطت لدارنا، كنت هبطت اليوم تقريبا الغدوة ولا بعد غدوة هبطت، رحت عند الطبيبة باش زعما ندير كونترول على جال الطيارة، كنت تعرفوا ذاك السما تخوف. المهم كنت طول رحت كليت بيتزا، كنت متوحشة بزاف بزاف في بيتزا تانا المحاجب هذوك اللي ناكلهم برا يعني، ولا توحشتهم بزاف. الواحد يحاول هكا، كل ما انا كل ما نسخف على حاجه كنقول نديرها بيدي وصاي، ما نبقاش انا نبقى نتشهى ونبقى ندير وهذاك. المهم هذه هي كيما راكم تشوفوا كيفاش جات بيتزا بالخضار، نتمنى تجربوها، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا البنات حطيت الاولى طيب، الاولى ما صورتهاش خاطر على جال الاولاد جعانين، تسمى زرب درتها. المهم هذه هي الدوزيام اللي كنت شاركتها معاكم من بعد ما يلعبوا. شوفوا حطيت فيها فلفل، يسمى بيتزا بالخضره، فيها طماطم فيها البصل فيها، وزدت لها جبنه موتزاريلا. المهم ودوك الطيب الاولى نعطي لهم ياكلوها، نزيد الطيب هذه نوريها. هنا كيما راكم تشوفوا فيها بعد ما طابت ها هي، تقدروا يعني تزيدوا لها الفرماج اكثر من هكذا، انا ما كثرت لهاش بزاف باش تكفيني يعني الحوايج الاخرين للبيتزا الاخرين، وزدت معها المايونيز طبعا ما نقدرش نستغنى على المايونيز. هنا بعد ما كملنا العشاء، المهم جيت باش قعدت هكا مع الاولاد نلعبوا شويه.